منذ مدة إلى جبهة النصرة، ربما لأن ولائهم لها بات أصدق. للمزيد ينضم إلينا من ريف دمشق ياسر الدماني، مدير مكتب الهيئة السورية للأعلام. ياسر، في البداية نتحدث عن آخر التطورات في القلمون، خاصة بعد هذه السيطرة على مواقع في الفليطة. نعم، بالفعل أهلا بك سيدتي، صباح الخير. صباح النور. اقتحم الثوار نقاط لحزب الله الإيراني وقوات النظام في جرود فليطة، وهناك أنباء عن هروب عناصر حزب الله اللبناني وقوات النظام من المواقع. يعني اليوم شيع حزب الله اللبناني 5 من قتلاه في المواجهات مع جبهة النصرة في جرود فليطة في القلمون. هم علي بكري من بلدة صديقين الجنوبية، فضل فقيه من بلدة كفر كالا، حمزة عمار من بلدة الطيري، محمد الحاج حسن من بلدة حوش النبي، وهذه نور الدين من بلدة عدلوان. يعني يقول الثوار أنهم في القلمون ينتهجون أسلوب جديد وهو عمليات الكر والفقر. طبعا جبهة النصرة لا تحتفظ بأي موقع، هي تقوم ب الهجوم على نقاط النظام وحزب الله اللبناني، تقوم بقتل العناصر ثم الانسحاب. يأتي الطيران المروحي يلقي البراميل المتفجرة على النقاط، لا يجد أحد ولا يقتل أحد من الثوار. يعني نتكلم عن مناطق هي ذات أهمية استراتيجية للنظام. يعني القلمون هي المتنفس الوحيد للنظام بعدما سقطت معظم المعابر الحدودية بيد الثوار. يعني سقوط القلمون كان من شأنه أن يفتح للنظام خط نار آمن بوصوله إلى مدينة حمص المحافظة الاستراتيجية. الآن تنقطع وسائل الاتصال للنظام بمحافظة حمص بلبنان، ويعني نتكلم عن استراتيجية للثوار وخسائر كبيرة. يعني أسلوب نعم. الكر والفر ونصب الكمائن في جنود نعم. القلمون. يعني نعم. طيب، بالانتقال معك إلى جبهة جوبر التي تشهد اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة أيضا، آخر تطورات على هذه الجبهة بعد سيطرة الثوار على منطقة المياه. يعني دعيني أبدأ أول بالخبر العاجل، وهو الاشتباكات في مدينة دوما بين فصائل جيش الإسلام وجيش الأمة. يعني في تغريدة للشيخ زهران علوش يقول أنه قام بالهجوم على المفسدين، وأن أنه يقوم بالسيطرة على مقراتهم كاملة في مدينة دوما. بالانتقال لحي جوبر، يعني نحن نتكلم عن حي جوبر، حاولت قوات النظام مدعومة يعني بميليشيات عراقية ولبنانية اقتحام مناطق في جوبر محور طيبة وحاجز عارفة ومنطقة المناشر بغطاء من المدفعية الثقيلة بالدبابات. حاولت التقدم في حي جوبر شرق دمشق، لكن تمكن الثوار من صد المحاولات وقتل ما يزيد عن 20 عنصرا قوات النظام وتدمير دبابتين. نعم. يعني الاشتباكات مستمرة، النظام يحاول التسلل إلى نقاط الثوار. يعني القصف حتى على نقاط في الغوطة الشرقية، يعني بعد الاشتباكات نقاط قريبة من جوبر. يعني نحن نتكلم عن اشتباكات في زبدين في أكثر من نقطة، وقصف على مواقع المدنيين في كفر بطنة، على السوق الشعبي، على المدارس. يعني مدرسة ابتدائية بالبلدة قصفت قبل قليل، أيضا قذائف على جسرين، على زملكة. نعم. على أكثر من نقطة في الغوطة الشرقية. شكرا. نعم. لك ياسر الدماني، مدير مكتب الهيئة السورية للأعلام، حدثتنا من ريف دمشق. هذا وأطلق الناشطون في دمشق حملة أسموها أنقذوا البقية للتذكير بالمعتقلين في سجون النظام، وذلك بالرغم من